عسلامة، شنو احوالكم؟ معكم امال بنس من فرنسا. دونك اليوم الفيديو بتاعي نحب نهديها لكل التلاميذ اللي نجحوا في الباك. مبروك عليكم الباك، ان شاء الله ربي يوفقكم في توجيهكم الجامعي. والفيديو هذا زادا حبيت نهديها لكل التلاميذ اللي موفقهمش ربي وما نجحوش في الباك. ربي يخلف، الله غالب. أما كمان نحب نطمنهم ونحب نقول لهم ما تبكيوش، ما تحزنوش، راهي في الاخر حكاية الباك حكاية نسبية على الاخر. فما برشا ناس نجحوا في حياتهم من غير ما ياخذوا الباك. دونك اليوم نحبيت نقدم لكم خمسة شخصيات اللي نجحوا في حياتهم وكانوا معروفين بطريقة عالمية في العالم الكل، ورغم ذلك لم ينجحوا في الباك وربي وفقهم في حياتهم المهنية. دونك اول شخصية باش نقدمها هي شخصية القومية، دونك شخصية اللي كانت تحكم في تونس، الرئيس المخلوع بن علي، زين العابدين بن علي. ليس محبة فيه، اما كمام انسان مخداش الباك، اما حكم في تونس 23 سنة، حكم في الشعب التونسي 23 سنة، وصل مرتبة الحاكم، مرتبة الوزير الاول ووزير الداخلية، وزير الاول والرئيس في رئيس تونس لمدة 23 سنة. وكما تعرفوا ابن علي عمل 5 سنوات في الدراسة الثانوية، ومن بعد ما كملش دراسته دونك نجح في حياته الأكثرية على خاطر دخل في السلك الجيش، في السلك العسكري، دخل في الجيش التونسي، ومنذ ذلك دونك عمل، معناه عمل كاريرة في الجيش التونسي. والأكثرية اللي خلاه يطلع في الجيش التونسي ويطلع ولي أحسن، ولي من أكبر الكوادر، هو الأكثرية، هو ناس بنت جنرال اسمها بنت الكافي، بنت الجنرال الكافي، اللي خلاه ياخو تكوينات في أوروبا وفي أمريكا، وأصبح مدير الأمن الوطني في تونس، ومن ثم أصبح سفير، وبعد سفير أصبح وزير داخلية، وبعد وزير داخلية وزير أول، وبعد ولا حاكم بعد انقلابه المشهور على بورقيبة في 7 نوفمبر 1987. وبالطبيعة احنا الشعب كما قلبه بورقيبة، الشعب قلبه، دونك هو تخلع في تاريخ 14، تاريخ المجيد 14 جانفي 2011، ومنذ ذلك دونك تونس عايشة ديمقراطية. ان شاء الله تكون، ان شاء الله تدوم هالديمقراطية. الشخصية الثانية هي ممثل فرنسي كبير اسمه جيرار ديباردو. جيرار ديباردو ما خذاش الباك، ما كملش الكوليج نتاعو، خاض المدرسة في عمر 13 سنة، وأصبح من ذلك متسكع في الشوارع، ومن ثم طلع لباريس، ومن باريس أخذ دروس في التمثيل. وقد عرف ولا أصبح مشهور عن طريق الفيلم لي فالسوز في 1974 مع الممثلة الفرنسية المعروفة ميو ميو. يعني ولا ممثل كبير، معناه ما كان محتاج للباك. الشخصية الثالثة هي زين الدين زيدان. زين الدين زيدان هو موهبة كبيرة في الـ في الـ في الـ في الفوتبول، في رياضة الفوتبول، وأصبح دونك لم يكن له الوقت باش يعدي الباك، لأنه منذ عمر 15 سنة أصبح يعمل في جمعية رياضية بكان، وأصبح مهني، وأصبح لاعب مهني في 16 من عمره. يعني بعد هذا الوقت ما لقاش الوقت باش يعدي الباك، وبالطبيعة أصبح لاعب مشهور، لاعب مليونير بدون أي شهادة ثانوية. الشخصية الرابعة هي ممثل معروف على الأقل، ممثل فرنسي من أصل مغربي، جمال دابوز. جمال دابوز مسكين كان تلميذ غير نجيب، كان تلميذ تعب جدا في المدرسة الثانوية،
ولم يتحصل على الباك، لم يتحصل على الشهادة الثانوية، أخذ توجيه مهني، دونك حضر شهادة مهنية نسموها بالفرنسية البي او بي بروفي ديتو بروفيسيونيل. والمشكلة لم يقدر أن ينجح في البي او بي، يعني لم يقدر أن ينجح حتى في شهادة أقل من الباك. يعني جمال دابوز بالموهبة التمثيلية الكوميدية أصبح من أكبر الممثلين الفرنسيين الكوميديين في أوروبا وفي العالم العربي. ألوغ خامس شخصية هو من أكبر الأدباء الفرنسيين، هو إيميل زولا. إيميل زولا اللي تعرف ولا أكثر شهرة من فيكتور هيغو. إيميل زولا من أصل إيطالي، أبوه كان مهندس إيطالي وأمه فرنسية، وعاش في فقر مدقع وحاول باش ياخذ الباك، يعدي شهادة اختتام الدراسة الثانوية الباك، ولم يقدر أن ينجح، دونك عداها مرتين ولم نجمش ينجح فيهم. ومن بعد ذلك أصبح يعمل في مطبعة أشيت، ومن ثم أصبح يكتب في الروايات، وأصبح معروف جدا برواياته لاسوموار التي أخذت صيتا كبيرا في 1877. يعني هو وهب حياته للكتابة، الكتابة القصصية، وأصبح معروف جدا لأنه أسس حركة الطبعانيين، يعني حركة الموفمون ناتوراليست، وهي حركة أدبية معروفة جدا. وأصبح إيميل زولا من الكتاب المشهورين مع شهرة مع النجاح الذي تلقاه في قصته لاسوموار في 1877، وأصبح ثري جدا واشترى منزل كبير اسمه لا ميزون دو ميدون، وفي هذا المنزل كان ينظم ولائم ثقافية مع كل الأدباء الذين أدباء مشهورين في الحركة الطبعانية لموفمون ناتوراليست مثل موباسون وويسمونس. ومن أكبر آثاره الأدبية السلسلة القصصية بعشرين قصة لروغو ماكار. هذوم لروغو ماكار اسمين لعائلتين، لروغو جايين من عائلة شرعية، ولماكار هي من العائلة الغير شرعية. يعني الأصل في العائلة هي الأم التي أنجبت أبناء من علاقة شرعية وأبناء آخرين من علاقة غير شرعية. والأديب إيميل زولا تتبع مسار هذه العائلتين، يعني لروغون على خمسة أجيال ولماكار على خمسة أجيال. والأكثرية إيميل زولا هو كاتب طبعاني، كاتب يعني رومانسي ناتوراليست. هو الأكثرية أظهر أثار البيئة، أثار التربية على الأبناء والمجتمع. والأكثر من هذا أراد أن يظهر أثار العنف وتعاطي الكحول والبغاء على المجتمع الفرنسي في عصر الإمبراطورية الثانية، في عهد نابليون الثالث. حاسيلو وريتكم على خمسة شخصيات نجحوا في حياتهم ولو من أكبر الأدباء، من أكبر اللاعبين، من أكبر الممثلين، رغم ذلك لم يكن لهم عندهم باك، يعني شهادة اختتام الدروس الثانوية. حبيت نعمل مساج للتلامذة ألم فشلوا في الباك، وإن شاء الله من الفشل هذا ينبع نجاح جديد. حب نطمنكم، والباك مش سي با لا فان دو موند، نجم واحد ينجح في حياته إذا عنده مشروع، إذا عنده موهبة، إذا عنده أفكار جديدة تنجح في حياتك. وشنو الباك؟ مع الباك حكاية فارغة، يعنبو الباك. دونك ربي ان شاء الله يوفقكم، ما تنساوش لايكي، ما تنساوش افوز ابوني. معكم امل بنسا، تونسية حرة من فرنسا.